والآن ننتقل إلى صوت أشاد به الجميع، تألق وأبدع، إلى ليبيا، محمد الوافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي قد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يد، يا خير من مدت إلي يد، يا ولي المؤمنين خذ بيدي. الله ربي يا نعم المعين، أنت سندي. الله أنت سندي. الله يا ولي المؤمنين خذ بيدي. الله ربي يا نعم المعين، أنت سندي أنت سندي. أنت العليم الخبير بحال العبد الفقير، أنت العالم الخبير بحال العبد الفقير، فأعني يا إلهي واجبر القلب الكسير، فأعني يا إلهي واجبر القلب الكسير. يا ولي المؤمنين خذ بيدي. الله ربي يا نعم المعين، أنت سندي أنت سندي. إذا ما جن الظلام وأرى الكون نيام، ترسل الشوق لقلبي فأنادي يا سلام. إذا ما جن الظلام وأرى الكون نيام، ترسل الشوق لقلبي حان ذا وقت القيام. يا حبيبي الله كن الله أجرني الله من اللهيب الله يا حبيبي الله كن مجيبي الله وأجرني الله من اللهيب، إنني عبد دليل راجيا حسن الختام. يا ولي المؤمنين خذ بيدي. ربي يا نعم المعين، أنت سندي أنت سندي أنت سندي. شكرا. الله الله الله. محمد الوافي ينقش على مسرح المجاز اللحن الإنشادي الليبي
بامتياز الأستاذ أحمد بخاطر. ما عليه هالمرة أنا بعطيك الأستاذ لطفي. أنت تفضل. حبيبي محمد، صوت زي ما قلنا في الحصص السابقة، صوت متمكن، متمكن من الطبقة، متمكن والطاقة موجودة في الدرجات، والتنقل بين النغمات كذلك يعني ثابتة. ما شاء الله، أنا يعني أحسنت، نقول لك أحسنت بس. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أحمد. منو التالي؟ أنت. أنا يعني محمد، قلت لك في السهرات الماضية أن صوتك ما شاء الله جميل وأنا أحب صوتك، ولكن كنت أطمع اليوم من آخر سهرة أنك تعطينا شيء أفضل من اللي أعطيتنا إياه. يعني كان طبقاتك ما شاء الله زينة وصوتك جميل وعندك العرب وعندك كل شيء، بس تعرف يوم واحد يحب شخص ويحب أداءه يبغى يسمع أفضل شيء، فهذا اللي أنا كنت أتمناه، ولكن بشكل واضح ما شاء الله كان تمام. شكرا جزيلا أستاذ أحمد بخاطر. أستاذ محمد التهامي. محمد أحسنت وشرفتنا النهاردة وشرفت الشعب الليبي واختيارك. تحية لإخواننا في ليبيا. اختيارك اليوم كان النص دثم، فعلشان كده كان تنقلاتك فيه ثقيلة وتنقلاتك فيه كبيرة، ورغم هذا يعني أديت أداء يليق بالسهرة الختامية ويليق بيك، وإن شاء الله نتمنى لك إن شاء الله تكون معنا من الذين سيحصلون على اللقب بإذن الله أو المركز. التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمود التهامي، وشكرا لك أيضا. ماذا توجه رسالة لأهلك المتجمعين في ليبيا لمتابعتك ومؤازرتك؟ انظر إليهم إلى آلة التصوير وأرسل لهم رسالة. الدعاء لنا. هم الآن على الشاشة هنا. شكرا يا محمد. شكرا جزيلا. إذن محمد الوافي كان وفي بإمتاعنا على جمهور بإمتاع جمهور مسرح المجاز هنا في السهرة الختامية التي تتواصل بالتألق، تتواصل بالإبداع، تتواصل